بالعودة إلى بدء وزارة التربية والتعليم التدريب على دليل الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة وبروتوكول العودة، ينضم إلينا مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي المحاسيس. أهلا بك معنا دكتور سامي في أخبار المملكة. نتحدث عن هذا الدليل للدعم النفسي والاجتماعي للطلبة وبروتوكول العودة إلى المدارس، آلية التنفيذ وآلية التدريب على هذا الدليل. شكرا، يسعد مساكي ومساء جميع المشاهدين. حقيقة وزارة التربية والتعليم منذ الإعلان عن جائحة كورونا كوباء عالمي هي مستمرة في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطالب والمعلم وأولياء الأمور. اليوم بدأنا بدورتين تدريبيتين على دليل الدعم النفسي والاجتماعي لرؤساء أقسام الإرشاد والمرشدين في جميع مديريات التربية والتعليم في المملكة. حقيقة شارك في الدورتين اليوم تقريبا 42 مسؤول الصحة المدرسية في 42 مديرية التربية والتعليم. هؤلاء الزملاء سيقوموا بتدريب 2082 مرشد تربوي موزعين على 3961 مدرسة حكومية. يعني بمعنى آخر، مسؤول الصحة المدرسية في المديرية هيقوم بتدريب معلم الصحة المدرسية في هذه المدارس. هذه أيضا الدورتين شارك فيهم مجموعة من الزملاء من مدارس اللي هو الثقافة العسكرية ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. هذه الدورة الأخرى أيضا كانت تتعلق بدليل العودة إلى المدارس 2021. ركزنا بالدورتين على أهم القضايا أو المحاور اللي بعد عودة الطلبة إلى المدارس اللي نتأمل إن شاء الله تعالى تكون يوم 7/2/2021. فيما يتعلق بدليل العودة كان التركيز على كيفية تقسيم الشعب، كما ذكر معالي الوزير من 15 إلى 20 طالب راح يكون في الشعب الواحدة. أيضا آلية الطابور الصباحي، كيفية الدخول والخروج من المدرسة، أو أيضا فيما يتعلق بالمقصف المدرسي. طيب من خلال قناة المملكة ستي، أنا بدي أحب أشكركم زي ما ذكرت لك في البداية. إحنا إن شاء الله تعالى في العودة اللي ذكرناها، وأيضا يوم الخميس الماضي ذكرنا فيما يتعلق بالطلبة ذوي الإعاقة، يعني حيعودوا الطلاب من الصف من الKG2 ولغاية الصف الثاني الثانوي فيما يتعلق بذوي الإعاقة في مدرسة المكفوفين في مدارس الصم العشرة المنتشرة في محافظات المملكة. أيضا فيما يتعلق بالطلبة ذوي الإعاقة في المراكز اللي هم تقريبا اللي عددهم 120 طالب موزعين أيضا على 4 مدارس. طيب، إن شاء الله تعالى. طيب، مسؤول الإدارة الصحية الذي سيقوم بإعطاء هذا التدريب هو منتدب من وزارة الصحة؟ لا يا ستي، هو مسؤول الصحة المدرسية. إحنا في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم البالغ عددهم 42 مديرية تربية. يعني هو تابع لوزارة التربية والتعليم؟ تابع لوزارة التربية والتعليم، نعم. طيب، وكيف يتم إعطاء الإرشاد النفسي والإرشاد الاجتماعي؟ شكرا. الآن كمسؤول صحة مدرسية في المديرية اليوم دربناه على كيفية ذلك. الدعم النفسي الاجتماعي هو عبارة عن ترجمة للبروتوكول الصحي. هذا البروتوكول اللي بيشتمل على مجموعة من الإجراءات اللي بتضمن عودة آمنة وصحية. طيب، للمدرسة. وأيضا فيما يتعلق بالدعم النفسي والاجتماعي من خلال المرشدين التربويين زي ما ذكرت لك عندنا 2000. يعني الإرشاد النفسي، هذا التدريب عليه لم يكن بالتعاون مع جمعية الأخصائيين النفسيين مثلا، كونهم أدرى في هذا الجانب بشكل أكبر؟ إحنا خلينا نقول المرشدين التربويين ما شاء الله عندنا أصحاب خبرة ولديهم من الخبرة. هذا لا ينتقص من خبرتهم، ولكن الإضافة والاستفادة أكثر من خبرة. ليس يعني لا يمكن أن يعتبر هذا الكلام يعني ترويج لهم، ولكن لأنهم أدرى أكثر بالعملية النفسية والحالة النفسية لمن كان طول الفصل الماضي وهو موجود في المنزل والتعليم كان عن بعد فقط، لم يكن هناك تعليم وجاهي إطلاقا، وهذا الفصل سيكون التعليم متباين، يعني هناك دمج بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد، وبالتالي هناك حاجة ضرورية جدا لأن يكون هناك تعامل نفسي معين مع الطلبة. ستي، إحنا جميع المرشدين التربويين متخصصين بالإرشاد النفسي والاجتماعي،
وحقيقة زي ما ذكرت لك في سياق الحديث أصحاب خبرة، وحتى ننظر في المرحلة القادمة نتعاون مع وزارة الصحة لهؤلاء المسؤولين الصحة وللمرشدين في توجيههم وفي تدريبهم على المهارات الأساسية حتى في التمريض. وهذه على فكرة من توجيهات معالي الوزير أنه نتعاون مع وزارة الصحة مديرية الصحة المدرسية في تأهيل الزملاء أيضا للمهارات المتعلقة. طيب التعاون مع وزارة الصحة هو ضمن هذا التدريب أم لا؟ نعم، إحنا على تعاون وثيق مع وزارة الصحة في كل ما يتعلق بإعداد الدليل وفي تدريب المرشدين وتدريب الزملاء في وزارة التربية والتعليم.